السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جريد سري؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض الحديث الثاني، وهناخد الشرح بتاعه والمعاني وما يستفاد، وكمان عندنا ذكر عند الغضب. ودلوقتي هنقرأ الحديث مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بعض معاني الكلمات اللي وردت في الحديث. أفشوا يعني انشروا، أفشوا انشروا، صلوا الأرحام، زوروا الأقارب واسألوا عنهم. وخد بالك هنا صلوا الصاد مكسورة، عشان بعد شوية هنشوف في كلمة تانية شبهها صلوا هتبقى مفتوحة، بس خد بالك في صلوا، صلوا الأرحام يعني زوروا الأقارب واسألوا عنهم. صلوا بالليل، هنا الصاد مفتوحة، صلوا بالليل يعني قوموا بالليل للصلاة. نقولها كمان مرة عشان نحفظها: أفشوا انشروا، صلوا الأرحام، زوروا الأقارب واسألوا عنهم، صلوا بالليل يعني قوموا بالليل للصلاة. وتعالوا نشوف مع بعض شرح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عشان حريص اللي احنا ندخل الجنة، ففي الحديث ده بيقول لنا شوية مجموعة من الوصايا اللي احنا لو عملنا بيها هتكون سبب سهل في دخولنا الجنة. أول حاجة زي ما بنقول في الحديث: يا أيها الناس، أفشوا السلام. قلنا من شوية يعني ايه أفشوا؟ يعني انشروا، نشر السلام. يعني لما أكون داخل على مجموعة من الناس لازم أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هل أنا لما أدخل مكان وأشوف ناس معرفهاش، أنا دلوقتي دخلت مكان وشفت لقيت الناس كلها أنا مش عارف حد فيهم، هل أدخل وأنا ساكت ولا برضو ألقي السلام؟ لا، الرسول بيقول لنا اللي احنا حتى مفروض نلقي السلام على اللي نعرفه ولا ما نعرفوش. يعني أدخل أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومفروض إن اللي قاعد كمان يرد عليك السلام، لأن ربنا قال لنا في آية: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني لما حد يحييك ويقول لك السلام عليكم، أنت كمان ترد عليه بأكتر من كده، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن نشر السلام بيخلي فيه تآلف وفيه حب بين الناس. يعني أنا مثلا لما أدخل على مجموعة من الناس وأكيد هكون مبتسم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده كده بيخلي فيه نشر حب ونشر مودة بين الناس. دي يبقى دي أول وصية وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بيها، اللي هي إفشاء السلام. طب نكمل الحديث ونشوف قال لنا إيه تاني. يا أيها الناس، وأفشوا السلام وأطعموا الطعام. إيه هو إطعام الطعام؟ اللي إحنا نقدم الطعام والأكل للفقراء والمساكين والمحتاجين. وعلى فكرة إطعام الطعام ده من أفضل الأعمال وأكتر الأعمال اللي ممكن ناخد عليها ثواب. طبعا إحنا الموضوع ده بنشوفه بكثرة في شهر رمضان. يعني أكيد أنت بتاخد بالك يا جريت سري إن الناس مثلا بتعمل موائد رحمن أو بتقدم أكل كتير للفقراء والمساكين، بالذات في شهر رمضان عشان ياخد حسنات. بس هل المقصود في الحديث هنا إن نعمل الفعل ده أو نعمل إطعام الطعام ده في رمضان بس؟ لأ، ده مفروض على مدار السنة كلها. يعني مفروض طول الوقت أنا لما أشوف حد محتاج أو أشوف حد مسكين لازم أقدم له أكل، لأن إطعام الطعام ليها ثواب عظيم عند ربنا. وتالت وصية وصانا بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي صلة الأرحام. يا أيها الناس، قلنا أول حاجة أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. إيه هي أصلا دي الأرحام؟ يعني إيه كلمة أرحام؟ الأرحام أي حد بتربطك بيهم صلة قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني أي حد من جهة الأب ومن جهة الأم، خالك، عمك، عمتك، ولاد خالك، ولاد عمتك، دول اسمهم صلة رحم. فالرسول بيقولك إن صلة الرحم الناس دي لازم تسأل عنهم وتزورهم دايما. ده حتى في حديث تاني الرسول قال فيه ان الشخص اللي على طول بيصل رحمه، يعني ايه بيصل رحمه؟ يعني بيسأل عليهم دايما وبيزورهم، ربنا بيطول في عمره وبيبارك
في الرزق بتاعه. رابع حاجة عندنا الصلاة بالليل، زي ما خدنا في سورة المزمل لما ربنا قال للنبي قم الليل إلا قليلا، اتكلم عن صلاة قيام الليل. سيدنا محمد هنا تاني مرة اهو قدامنا بنتكلم على أهمية صلاة قيام الليل. وصلوا بالليل والناس نيام. فاكرين لما قلنا ان دايما الصلاة بالليل ليه احسن؟ عشان بيكون الناس كلها نايمة وانت مختار الوقت ده عشان تقوم فيه تصلي لربنا، فبيكون في صلة قرب بينك وبين ربنا، لان الصلاة بالليل بتقرب العبد من ربه. يبقى احنا كده خدنا الوصايا اللي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لينا وسبب في دخولنا الجنة. نقرأ الحديث مرة تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تدخلوا الجنة بسلام، يعني تدخل الجنة وانت مرتاح لأنك بتكون عامل وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي هتكون سبب من أسباب دخولك الجنة. تعالوا نشوف مع بعض، عايزين نستنتج مع بعض ما يستفاد من الحديث. يلا كده نفكر. أول حاجة، برافو، أعد الله الجنة لمن يعمل الخير. زي ما قلنا أي حد بيعمل عمل خير بإذن الله هيدخل الجنة. أعمال الخير دي زي إيه اللي إحنا لسه قايلينه من شوية في الحديث؟ ها، طب أول حاجة اتكلمنا عليها في الحديث إيه؟ حد فاكر؟ أيوة، سمع حد بيقول إفشاء السلام، إلقاء السلام على من أعرف ومن لا أعرف، زي ما شرحنا في الحديث وقلنا اللي أنا بقولك السلام وبقول السلام عليكم على اللي أعرفه واللي معرفوش. طب تاني حاجة اتكلمنا عليها ايه؟ شاطرين، اطعام الطعام. اطعام الطعام من تعاليم الاسلام. تالت حاجة، ايه هي اللي قلنا عليها بتزود في العمر وبتطيل الرزق؟ برافو، زيارة الاقارب تطيل العمر تزيد الرزق. واخر حاجة اتكلمنا عليها اللي احنا قلنا ربنا وصى بيها النبي في سورة المزمل، شاطرين، الصلاة بالليل تقرب العبد من ربه. نقولها كده مرة كمان، أعد الله الجنة لمن يعمل الخير، إلقاء السلام على من أعرف ومن لا أعرف، إطعام الطعام من تعاليم الإسلام، زيارة الأقارب تطيل العمر تزيد الرزق، الصلاة بالليل تقرب العبد من ربه. ودلوقتي هناخد ذكر من أذكار الأحوال، ذكر عند الغضب. يعني إيه كلمة غضب أصلا يا جريت سري؟ يعني إيه أنا بكون غضبان؟ غضبان يعني لما بكون متعصب، لما بكون متضايق وبناء عليه بعمل تصرفات مش كويسة. طبيعة الإنسان لما بيتعصب وبيتضايق من حاجة أو بيتضايق من حد ممكن بيعلي صوته، ممكن بيعمل تصرفات بيندم عليها بعدين. طب إيه اللي بيخلي الواحد يعمل كده؟ لأن أصلا الشيطان لما بتكون أنت غضبان بيحب يشوفك في أسوأ حالاتك، فبيخليك تعمل تصرفات مش سليمة، لأنه أصلا حابب إن أنت تاخد سيئات وان ربنا والرسول يزعل منك. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ممكن نقول حاجة تمنع ان الشيطان يتحكم فينا واحنا غضبانين. نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكر عند الغضب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني اول ما تحس نفسك متعصب واللي انت خلاص هتقوم هتعمل تصرف مش كويس ممكن يضايق منك حد او تاخد عليه سيئات، تقول على طول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان بإذن الله هيسيبك في حالك وهتلاقي نفسك الغضب ده راح منك. يبقى تاني نقول مرة كمان، ذكر عند الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودلوقتي هسيبكم مع تدريبات على الحديث. لازم نحفظ الحديث كويس جدا وما يستفاد من الحديث عشان تعرف تجاوب على الأسئلة، وفي مراجعة على الأذكار عشان نراجع على الأذكار اللي خدناها قبل كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.